جني الأرباح، يعني حتى جني الأرباح صادف تصحيح 61 فيه واحترم متوسط 50، وإن شاء الله إنه شمعة وتد يوم الخميس، نعتبر إنه كأنه كده بنالنا ترند جديد صاعد، هذا هو القاع الصاعد إن شاء الله. طالما فوق 15-45 إن شاء الله شوية شوية نرجع لل 17، بس لا تستعجل عليه، لسه الصبر طيب، تو خارج من منحة ماله يومين، يعني معقول نزلوه هنا عشان بسرعة يطلعوا، يقعد كده فترة يتذبذب هنا وبعدين شوية شوية تلاقي زي المراكز العربي، شوفوا المراكز كل ما يوزع كان يضغطوا، شوفوا فين راح بعد، حتى تجاوز وصل 21-8، حتى تجاوز الرقم اللي يوزع منه المنحة الثانية، نفس الحكاية أملاك، مسألة وقت ونرجع مرة ثانية. أهم مقاوماته في حالة العودة هو اقتحام 16-15 هللة، متوسط 200 على اليوم مرة ثانية، هذا المؤشر كسر 200 ورجع فوقها، وهذه هي بوابة 17 من جديد.